ودلوقتي هنبتدي معاكم باخبار النادي الاهلي وفرق المختلفه وفروع المختلفه. هنروح دلوقتي على فرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد الزميله العزيزه سالة حامد وتعرفنا على اخر المستجدات. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك يا نهواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش، واللي قدر امبارح ان هو يعني يقود بالفريق للفوز والتاهل للدور النهائي من بطوله كاس مصر بعد تفوق لاعبي النادي الاهلي على لاعبي بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء. سجل الهدفين محمد مجدي قفشه والمدافع محمد عبد المنعم، وكده النادي الاهلي خلاص يعني بشكل رسمي تاهل للدور النهائي من بطوله كاس مصر في نسختها الماضيه نسخه 2020 2021. اكيد ببارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد تاهل فريقنا للدور النهائي من البطوله، ويمكن ان شاء الله يعني في الدور النهائي هيواجه النادي الاهلي نادي الزمالك في البطوله دي في نسختها الماضيه 2020 2021. يمكن خليني اقول لك يا كريم، وطبعا اقول لك انا هوند انه كابتن او مستر سواريش بعد المباراه يعني قرر انه بدون راحه لاعبي النادي الاهلي وصلوا النهارده التدريبات بشكل طبيعي نظرا لضيق الوقت ما بين يعني كل مباراه ومباراه. يمكن مباراه بتروجيت كانت امبارح، والمباراه القادمه امام الجونه في بطوله الدوري هتكون يوم الثلاث القادم، فيقرر انه يعني الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. النهارده ان شاء الله التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الثلاث امام الجونه واللي هتقام في تمام الساعه 9 مساء على استاد خالد بشاره في الجونه في الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. يعني خليني اروح شويه واتكلم معاكم عن الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. يمكن امبارح يعني وصل الظهر امبارح لمقر النادي الاهلي بالجزيره راؤول جراسيا، واللي هيكون متواجد الفتره القادمه كالمسؤول عن تطوير قطاع الناشئين للعبه كره اليد بالنادي الاهلي. ويمكن امبارح يعني مستر راؤول جراسيا اجتمع كمان مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في حضور كابتن ياسر اللبيب رئيس جهاز لعبه كره اليد بالنادي الاهلي، ويعني الكل كان متواجد في الاجتماع. ومن خلال الاجتماع ده يعني كابتن ياسر لبيب يعني هنئ مستر راؤول جراسيا ويعني اتمنى له التوفيق في مهمته الصعبه الفتره القادمه. كمان يعني خلال الاجتماع يا كريم ونهاوند راؤول جراسيا شرح لكابتن خالد العودي وكابتن ياسر لبيب عن خطته الفتره المقبله، وهي تطوير قطاع الناشئين للعبه كره اليد سواء يعني من جميع الجوانب، سواء من الجوانب الفنيه او الجوانب البدنيه، بهدف الارتقاء بمستوى اللاعبين. كمان يعني قال لهم انه هدفه الاول والاخير هو انه يحصل زي طفره او يعني طفره في تطوير قطاع الناشئين الفتره المقبله، سواء تطوير الفرق او تطوير المواهب، لان ده بعد كده هيعود على الفرق الاولى يعني الفريق الاول لكره اليد رجال او سيدات، لانه هيمدهم بعد كده بعناصر شابه عناصر مميزه يقدر يستفاد بيها الفريق الاول لكره اليد سيدات او رجال الفتره المقبله، او ان هو يجدد بيها الفريق ويبني فريق يعني قوي للمستقبل عشان يقدر ينافس على جميع البطولات الفتره القادمه. استكمالا لجميع اخبار يعني اخبارنا النهارده، يعني خليني اقول لك يا كريم، وطبعا اقول لك يا نهاوند انه لجنه المراه بالنادي الاهلي يعني قالت ان هي ان شاء الله هتنظم زياره للمعرض معرض صناعه بلدنا بالمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وإن شاء الله الزيارة دي هتكون يوم الثلاث القادم. الزيارة هتكون يعني لكل عضوات النادي الأهلي بين جميع فروع النادي الأهلي سواء مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو الشيخ زايد أو مدينة نصر، وده هيكون من خلال تسجيل أسمائهم وأرقام تليفوناتهم ورقم العضوية من خلال المكتب العلاقات العامة في جميع الفروع، بس يسجلوا أسمائهم وأرقام تليفوناتهم وبعد كده يقدروا يتواصلوا مع لجنة المرأة عشان يكونوا متواجدين في الرحلة أو الزيارة دي لمعرض صناعة بلدنا. وهتكون يعني في أتوبيسات هتاخد كل أعضاء النادي الأهلي
الاهلي بشكل مجاني للمعرض ده. يعني الاتوبيسات هتتحرك من مقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 3 وفي مدينه نصر الساعه 3:30، وفرع الشيخ زايد هيكون الساعه 3 الا ربع، عشان يعني الكل يوصل في نفس الميعاد لمعرض صناعه بلدنا في التجمع الخامس. يمكن دي يا كريم ويا نهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم واستعداداته ان شاء الله لبطوله الدوري، مباراه الجونه ان شاء الله في الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمنيك طبعا يا كريم، تفضل. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه المتميزه.